مومياوات غريبة، رسائل غامضة، أشكال هندسية رهيبة. ترك لنا المصريون حضارة غنية وألغاز عديدة، يبدو أحياناً أننا لن نحلها، خاصة الأجسام الغير معروفة التي صورت والتي تطير فوق الأهرامات. هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة سأخبركم عن آخر الاكتشافات بالإضافة إلى ظواهر غير مشروحة متعلقة بمصر. هيا بنا. هل يمكنكم تخيل هرماً طائر؟ نعم، هذا يبدو غريباً، لكن شاهد الأعيان تمكن من التصوير. يرينا هذا الفيديو شيئاً طائراً غير معروف، والذي يبدو على شكل هرم مقلوب، ويحصل هذا بالقرب من الأهرامات. يبدو أنهم قرروا مغادرة الكوكب. ما كنت لأتفاجأ صراحة، لأن الأهرامات بالنسبة لعمرها تبدو فضائية حقاً. تراكض الناس على الإنترنت لمناقشة الموضوع، لكن ما من أجوبة. إن كنتم تظنون أن الهرم المقلوب هو الشيء الغريب الوحيد الذي ظهر في سماء مصر، أنتم مخطئون. أعوام قليلة بعد الحادثة صعق الناس مجدداً عند رؤية ريشة نارية حدثت فوق أهرامات الجيزة. بدت الظاهرة كنيزك طائر، والريشة كانت طريقة، لكن لم يكن هناك أي خبر عن أي مذنب يسقط. أيعقل أن يكون صغيراً انفصل عن أساسه وطار بالاتجاه المعاكس؟ أغلب الأحاديث كانت بهذا الاتجاه، لكن كان هناك بعض من يعتقد أن هناك شيء أكثر غموضاً، لأن سقوط نيزك لم يحدث من قبل. اعتقد الناس أنهم رأوا مركبة فضائية. شخصياً أنا لا أؤمن بهذا، لأن الفضائيين كانوا لينظروا إلينا من بعيد، لكن حقيقة أنه لم يكن هناك للنيزك أي أثر على الأرض يجعلني أفكر بالمركبة الفضائية. رسالة تاريخية، كم وجد منها بالتاريخ؟ ماذا بشأن التقارير عن أوراق قديمة مكتوبة بخط يد أناس قدماء؟ هذا شيء ممتع في موضوعنا أيضاً. كان عالم يدرس الأهرامات، لكن ليس عن قرب، بل من صور الأقمار الصناعية. كل شيء كان بحدوده الطبيعية في البداية، لكن سرعان ما اكتشف العالم رسائل سرية مشفرة ليس بعيداً عن الأهرامات. كانت هناك كتابات عملاقة. العالم باركر تمكن من ترجمة هذه الكلمات، استنتج أنها متروكة من قبل الفضائيين. وفقاً لما قاله، إنهم وعدوا بزيارة الأرض قريباً هذا العام. على ما يبدو أنه لم تحصل زيارة بعد، علينا الانتظار. في الوقت الراهن سأجيب على سؤال يفكر فيه العديد منكم، أما من أحد آخر رأى هذه النقوش؟ وإذا لم يكن الفضائيين هم الذين تركوها، فمن إذن؟ يعتقد منظرو الفضاء أن النقوش وضعت بشكل صناعي، ولكن ليس من قبل الفضائيين، بل من قبل أجدادنا. في 2015 مواطن مصري كان يعمل في حديقته بالصدفة، وبينما هو يحفر البئر وجد شيئاً مرعباً. أخرج مخلوقاً أحمراً صغير، كان لديه عيون كبيرة ولم يشبه أي شيء معروف للبشر. نشر الرجل صورة لاكتشافه على الإنترنت، والتي سرعان ما انشهرت. بدأ الناس بنشر نظرياتهم. بالطبع أول نظرية كانت أن هذا مخلوق فضائي، حتى أنه يشبه المخلوق الفضائي من فيلم من إن بلاك المعروف. النظرية الثانية هو أنه جنين بشري مشوه، لكن كيف لم يمت تحت الأرض؟ على كل، هذه الصورة وقصتها ضبابية جدا. ربما تعثر المزارع باكتشاف ثوري، أو أنه خدعة لا أكثر. ما رأيكم؟ شاركوني أفكاركم وآراءكم في التعليقات. بدأت أفكر أن الأهرامات هي شيء غامض بالفعل، لأنها تجذب كل الظواهر الغامضة إلى مصر. لذا في 2011 أثناء الشغب الذي حصل في القاهرة، محطة أخبار محلية صورت شيئاً غريباً. ما من شيء غير عادي في البداية، احتجاج عادي، وفجأة خيال فارس يظهر بين الحشود. كان من الممكن رؤيته بالعين المجردة، لكنه سرعان ما اختفى بين الظلال. مقطع كهذا سيشكك في مصداقيته بالطبع، وبدأ الناس يكذبونه بكل طريقة ممكنة، لكن لم يحصل أحد على أي معلومات دقيقة عن المقطع. ظهرت نظرية تقول إن محطة الأخبار صورت أحد فرسان القيامة الأربع. وفقاً للمعتقدات، يأتي هذا الكائن ليحذر الناس من شيء مهم على وشك أن يحدث. لكن كان الناس مندمجين جداً بالاحتجاج،
ولم يلاحظه أحد. بالإضافة إلى الحلقات والألغاز الغير محلولة التي شاهدناها، هناك المزيد من الاكتشافات الخارقة للطبيعة في هذا البلد مصر. ابقوا وتابعوا المشاهدة، سيكون الأمر أكثر من ممتع وأكثر دهشة. أهرامات الجيزة هي أحد عجائب الدنيا السبع، تم بناؤها في حوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، عندما كان الفرعون خوفو حياً، والذي سمي باسمه أحد الأهرامات. مرت العديد من السنوات وما زال العلماء يستكشفونه. يبلغ ارتفاعه 145 متراً وعرضه حوالي 230 متر. قد يبدو أن ما من شيء يوجد هناك، لكن في القرنين الماضيين استكشف الناس غرفاً غامضة. قال إن الفرعون بذاته مدفون في أحدها وزوجته في الأخرى، والغرفة الثالثة هي فخ للسارقين. فكر المصريون بوقتها بكل شيء، حتى أنهم وضعوا نظام حماية متقدم بالنسبة لعصرهم بشكل خنادق وأشكال غريبة. كان كل هذا لسبب واحد، حماية جثة الفرعون. ولكن لم يتم العثور بعد على مومياوات الفرعون وعائلته، ما يجعل الباحثون يعتقدون أنهم لم يصلوا للحقيقة بعد. لم أكن أصدق أن العلماء وبكل أجهزتهم المتقدمة لم يجدوا شيئاً، ليس حتى الآن. كل ثانية ملايين الجزيئات المشحونة تدعى الميون تتشكل في الغلاف الجوي الأعلى للكوكب، تنتج عن اصطدام الأشعة الكونية بجزيئات الغاز في الهواء. تسرع هذه الاصطدامات الميون لتصبح بسرعة الضوء فتخترق سطح الأرض بمئات الأمتار. كما تشير مقاييس العلماء، يمتص كل متر مكعب من سطح الأرض 10,000 من هذه الجزيئات. باستخدام هذه المعلومات، قام العلماء وعلماء الآثار الفرنسيين بتعديل أدواتهم لتعرض ما وراء الجدران. بفضل هذا، أدلى العلماء وعلماء الآثار ببيان مثير. قالوا إن هناك عدة تجاويف في الهرم الأكبر بالجيزة لم تكن معروفة من قبل، يمكن أن تكون غرفاً مخفية لا يستطيع البشر الوصول إليها. بدأ الفيزيائيون وعلماء الآثار بالتذمر، كيف أنهم أمضوا الكثير من الوقت في البحث ولم يعثروا على شيء؟ وهنا ظهر بعض الأشخاص الأذكياء وأعلنوا أن هناك غرفة سرية في الهرم. تعرض الفرنسيون للكثير من الأسئلة والهجمات، مما أجبرهم على إجراء قياسات متكررة. هذه المرة أخذوا 3 تلسكوبات ميونية وقاسوا وفقاً لجميع القواعد. كانت النتائج مبهرة، توافقت نتائج الإحصائيات الجديدة مع الأولى، ما يؤكد أن هناك غرفاً لم يصل إليها البشر بعد. أثناء القياسات، وضع الفرنسيون عدداً من الشرائط الحساسة لحركة الميون فوق المدخل الرئيسي. يعتقدون أن هناك غرفة بطول 30 متراً وارتفاع 6 أمتار وبعرض مترين. لم يؤخذ أي قرار بعد بشأن حفر الغرفة أو وجود طريقة أخرى لدخولها. أحد ما وجد غرفاً سرية لكن من غير الممكن الدخول إليها أو رؤيتها، وآخر رأى قبراً عمره أكثر من 4500 عام. حدث هذا في جنوب القاهرة. المختصون المشاركون في الحفر قالوا إن هذا قبر كاهن عالي المستوى خدم في قصر فرعون. رسومات الحائط التي توضح مشاهد من حياة الشخص المدفون تجعل الاكتشاف مثيراً للاهتمام. تصور الرسومات والدته وزوجته وأطفاله، كانوا يصنعون الفخار والنبيذ، يبحرون بالقوارب ويصطادون سوياً. تم وضع تماثيل جميلة حول موقع الدفن، والنقوش التي تم وضعها أثناء تشييد المباني تخبر الناس المعاصرين عن اسم والدة الكاهن وزوجته. هم وارت بتاح وميريت مين. للقبر شكل مستطيل بطول حوالي 10 أمتار وعرض 3 أمتار وارتفاع 3 أمتار. ما هذا الذي أمامكم الآن؟ شخصياً عندما رأيتها لأول مرة اعتقدت أن المومياء كانت تصرخ، كما لو أن الشخص المسكين كان يعذب في لحظة الدفن. هذا ما اعتقده العلماء أيضاً حتى حل اللغز. تم الاكتشاف في عام 1881. كانت المومياء في وضعية ملتوية غير عادية. ساعد التصوير المقطعي المحوسب في معرفة سبب ذلك، وأظهرت الدراسة أن المرأة ماتت بنوبة قلبية. ربما كان هذا هو سبب وجود جسدها في هذا الوضع. مومياوات بلسان ذهبي، يبدو الأمر غريباً ومثيراً في نفس الوقت.
أثناء بعثة أخرى تعثر علماء الآثار بقبرين يحتويان على بقايا رجل وامرأة. المضحك أن لهما ألسنة ذهبية. وفقاً للأسطورة هذا كان يساعد البشر على الاتحاد مع أوسيريس ملك الموت. لاحظ العلماء أن قبر المرأة قد تم فتحه، بينما قبر الرجل ما زال غير ملموس. بالرغم من أنهما كانا إلى جنب بعضهما، كان من المستحيل معرفة من المدفون هناك. فلم يكن هناك أي أسماء. كل ما يعرف هو أن الجثث تعود إلى عام 500 قبل الميلاد تقريباً. منذ فترة ليست بعيدة تمكن العلماء من العثور ليس على مومياء عادية فقط، بل على مدينة ضائعة حقيقية، والتي وجدت منذ 3500 عام على يد أعظم حكام البلاد الفرعون أمنحوتب الثالث. من المعروف أنها أكبر مجمع سبق ووجد في الدولة، لكن ما زال غير معروف ما إذا كانت هذه المدينة ذاتها أم حيلة لإعادة السياح إلى مصر. لكن إذا اتضح أنها حقيقية سيتمكن الناس من تعلم تقنيات البناء التي تشكل قفزة مهمة للعلم. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات أي اكتشاف أعجبكم أكثر. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.